كل شاهد عيان على هذه القصيدة. أنا كنت بحاجة أن أقول أحلم إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي. أدركت أنهم بوغتوا فبدأت تنشد هيد عن الجيش يغباش. واردة ما كانتش عندها مشاكل مع الأغنية أنها واردة مثلا تتعامل مع بلية، بس هي الفكرة كانت أسويتك جارية حمودة. حمودة كان يسكن معايا في الدار. قد لا ندري ما الذي يجعل الأغنية جميلة، لكن المؤكد أن معرفة حكايتها تجعلها أجمل. حتى عبد الحليم سأله مرة قال له القصيدة كانت بتقصد إيه؟ قال له لو قلت كتبوا المكاتب وخد الهوى. نعرف قصة سألون الناس، لازم نرجع ل حكاية أغنية على الجزيرة الوثائقية.